لما نوقع بالحب منبلش نتغير، والشغلات اللي كانت تعني لنا كتير ما بقى تهمنا. بالنسبة للتفاصيل الصغيرة بتصير أهم بكتير، بتصير حساس وبتتكبر بلا سبب. كل الناس اللي حواليك لازم يفهموا بدون ما تحكي شي، وبتصير تخاف كتير كأنك طالع على الطريق، لأنه الحب بيغير الإنسان، وإذا ما تغير فأكيد هو ما حب. يا حلوة، بدك توصيلها يا قمر؟ أنا يلي رح وصلك، تعال تعال. ما بتقدر البنت تمشي شوي لحالها بهالبلد؟ انقلع من هون ولا؟ لحقتك، شو صاير أصلي؟ شو في؟ أنا خلاص استقلت. شو؟ كيف يعني؟ شو يعني استقالت؟ استقالت شو بنتي؟ كيف يعني استقلتي؟ ليش الاستقالات كم نوع بتجي؟ كم نوع من الاستقالة يعني؟ شو كيف استقالت؟ يعني تركت الشغل. تركت الشغل بنص الطريق وراحت. ليه؟ يعني شو صاير معها؟ ليه لا تستقيل؟ شو في؟ قال لأنه هي مو غرض عندي. ما أنا شو؟ ما أنا غرض. شو هي لكان؟ شو صار يعني؟ ليه تركت؟ لأنه طلبت منا اليوم تكون سائقة لإيلايدا، بس هي ما تحملت. يا ريتني قطعتها لهالغبية، لو نتفت لها شعراتها لما قلعتها من السيارة. قصدك باريش بيك؟ لا لا، أنسى إيلايدا. يا ربي، هديك يلي اسمها إيلايدا. أوف، أنا شفت شغلات مقرفة جول. شوفي، بحس حالي رح جن لما فكر فيها وبيرشفوا إيدي ورجلي. لكن ليش عصبت لهي الدرجة؟ أكيد صاير شي، يمكن تكون إيلايدا جننتها. ما بيهمني شو ما صار، ما بيصير هيك تحكي معي. وغير هيك أنا سألتها بس هي ما كانت تحكي شي أبدا. كيف بدي خبره جول؟ كيف بدي قل له أنت وظفتني كرمال خدمتك الخاصة؟ قلت له لا تبعتني لعند هالمرة، بس هو ما قبل، ما كان يقبل شي. عملت يلي علي تيو، حتى بتوقع أني عملت شي زيادة، لهيك صارت تسألني كل شي، صح؟ وفوقها لازم برر لك كل شي بخص القضية لأني المحامي. عن جد قلتي له هيك؟ معقول تكوني رحتي واستجوبتي هيك محامي مهم؟ المحامي يلي بيكسب ملايين دولارات وقفتي قدامه هيك واستجوبتي؟ شو بعمل جول؟ لهلأ صار مارق شهر وما تغير أي شي. على الأقل كنت عرفت نمرة السيارة لحالي وكنت حليتها أنا. ومصاريف علاج شيشك؟ يعني ما رح يكون عندك راتب ينخصم منه إذا نسياني؟ بهالحالة بشتغل على التاكسي ورديتين، ما رح أترك شيشك لحالة ولا رح أقبل حدا يهيني بنوب. إعادي كتير، أصلاً أنا من الأول ما كان شغلي شوفيرة خاصة. ما انتبهت بسبب هالمشكلة يلي صارت معي. طلع شعرك كتير حلو رفيقتي الحلوة. عن جد حلو؟ ايه عادي، شو رح يصير إذا مو حلو؟ قليلي، انتي متضايقة من شي؟ انزعجت، ما بعرف، عم فكر بمستقبلي. ما عم شوف شي غير الخيار، كأنه برا في دنيا كبيرة وصعبة ونحن انحبسنا هون وقاعدين هيك بدون أي شي مهم. اطلعي علينا، أنا بياعة وأنتي شوفيرة. بتعرفي إنه أنا انتبهت لهالشي من وقت شفت باريش بيك؟ الأشياء يلي منتعب لحتى نوصل لها هنن ما بيعتبروها مهمة بحياتهم. أنا بزعل عليكي أكتر من حالي يا بنت. طلع لك تدرسي بس. كتي جول، قلتلك هالشي بيناتنا. تمام، المهم هلأ يمكن يحكي ويرجع يعتذر. ما بتوقع، هو ما قدر يعرفني منيح، كان لازم يفهم إنه أكيد صاير شي زعجني لهي الدرجة منا، بس ما فهم، معناتها ما بيوثق فيني. تعالي لهون،
تفضلي. شكرا عمي ماهر. شكرا لك يا بنتي. عمي ماهر رح يخبر يلي بيعرفهم، وأنا بكرة رح أخذ تاكسي ليوم واحد. بس أصلي لو ما بتتراجعي فوراً، وكمان لو بتفكري شوي. ما فيني واجه هالمرة جول، يعني إذا رجعت عملت هيك بخسر عقلي. لو باريش بيك وقف معي عادي وقتها. والسيد تيو، يعني لو بتقولي لتيو مانو إيده اليمين لباريش بيك، هو بيخبره بكل شي. لا أبداً، نفس الشي جول. يا ربي، أساساً كانت شخصيتي كلها رح تتغير لأنه عم غير أوعيي. منيح هيك صار، ومو مضطرة أكذب على عيلتي بعد اليوم. والله الخالة نيشا ما رح تسمح لك ترجعي تشتغلي على التاكسي مرة تانية. مو مشكلة، إن شاء الله خير. وليك أنا بورجيكي. نزليها من إيدك كرمال الله. أمي وافي شوي، شبك لك عم تقول بدها تهرب من البيت مسامعة ميتين؟ وانت ليش عم تخرب الدنيا فوق راسك هيك؟ مستحيل أقبل، أنا ما بدي أتزوج واحد ما بحبه. أخي بتحبي بنتي، بتحبي مع الوقت. أول مرة شفت أبوكي كانت بالعرس. بس أنا عم شوف وش حفصي البشع كلها لسنين. أمي عأساس وش جديك سحب الحلق أحسن بكتير. لو حطيتيه بين الخيار ببسط الخضرة رح تاخدي أول شي. أمي خلصنا، بسبب اللي بإيدك بحكموكي مؤبد. خلص بقى، شو صاير لك يا بنت؟ لهلأ ما في شي رسمي بيناتكم، ما رح نعطيهم فوراً لأنه طلبوا إيدي. بس أخي شو رح نعطي؟ رح نعطي عمتي سراج الليل. إيه ما في شي أختي، ذاكرة إجت وطلبت أرزو لابنها. إيه أصدن حفظي البشع يا بنت. أخ رح يقتلوني هالبنات. إيه حفظ البشع مو حفظ النصاب، انتبهي لهالشي. أمي بارباروس تغير كتير، حتى هو صار شريك أخي بالكافيه. ليش لهلأ مو واثقة فيه أمي؟ والله أنا رح أخذ على خاطري كمان. أخ بدي أعرف كيف ضحك عليكم صاحب الحلق هاد. ابني يا بنتي يا نحن رح نفلس، انتو منتبهين لهالشي؟ ها؟ رح نعطي صاحب المحل فطاير لما يطلب الأجار منا. دقيقة شوي دقيقة، الكافيه ما عم يشتغل؟ رح يشتغل أختي، لا تاكلي هم، بيشتغل بيشتغل أكيد. ماما هالقصص ما بتمشي بسرعة، بدها شوية وقت. غير هيك أنا ما بقبل وما بعطي أرزو لحدا إذا هي مو مقتنعة فيه وما بدها إياه. لا تعطي يا ابني خلص، أساساً أنت ولا مرة وقفت معي. أنا عم أحكي هيك كرمال للبنت. شوف هلا أصلي مثلاً، قلت لها للبنت لا بقى تشتغلي على التاكسي، وليك راحت دورت ولقت شغل منيح. برافو عليكي بنتي، برافو. بتعرفي قلبي مرتاح من ناحيتك كتير. آه ضلي هيك بنتي، برافو، لازم تضلي هيك على طول. طيب تمام ماما حبيبتي، أنا رح نام. ما بصير تنامي جوعانة، كل شيء قبل. لا أخي ماني جوعانة هلأ، تعبانة كتير، بدي نام. تصبحوا على خير. شفتي يا حرام قديه عم تتعب بنتي الصغيرة هاي؟ شوفي خديها قدوة لإلك، خديها قدوة، خدوا أختكم قدوة إلكم. أوف إذا بتوعدني إنه ما تخليني أشتغل مرة تانية مع إلايدا برجع عشان. ما فيك تحطي علي شروط، وبظن إنه كان معك حق من الأول، هذا الشغل ما بيناسبك. كلامك صح، أعطيني المفتاح. ما فهمني، فكرني عم أغلط، مجبور يفهمني مو هيك؟ ليه عم يوجع لي قلبي لهالدرجة؟ كأنه كان إلي جناح
وانتبهت لما فقدته. اوف شو عم يصير لي؟ خلاص ارجعي لطبيعتك، خلاص بقى أصلي، قومي تحركي وارجعي. رجعت، خلاص رجعت. أنا عم أصرف على البيت، ما عندي وقت لكثرة الحكي. تمام، الله يسر الطريق. رجعتي لمكانك القديم. عبشكتاش، وصليني بخمس دقايق. شكلك مو فهمان شو يعني توصل لهونيك بخمس دقايق. ما فيني أوصل لهونيك قبل 20 دقيقة. بس مستعجل كتير، كيف عم تشتغلي سائقة؟ طلعي قدامك، شو عم تعملي انت؟ بعتذر كثير، انا كنت شارده، بعتذر كثير. شو بيفيدني اعتذارك لو متت؟ ما رح ادفع لك شيء. شكلي كثير مشتاقه لارجع شوفير التاكسي. بيبك كان لازم ضل لما قال لي لا تروحي، تصرفت بكبرياء كتير، بس هو ما بيعرف شو قالت لي إلايدا. لو وثق فيني كان فهم. عفوا؟ يا أستاذ، لنقول أنا كنت شوفيرة خاصة عند شخص. فجأة بيجي بيبعتني لعند شريكته، وشريكته كتير سيئة، بس مو مثل الناس السيئين يلي بعرفها. أنا فيني أحمي حالي من السيئين يلي بعرفهم بالحديدة، بس ما بعرف كيف بدي احمي حالي من هي المرة. للصراحة ما عم بفهمها، بتقول شغلات بتخوف، بس بتتصرف كأنه حكيت شيء كتير منيح وعادي. شو بعمل يعني؟ ما كان لازم اترك؟ والله ما عم بفهم عليك شيء. وباريش بيك ما فهم شيء، بظن اني تدللت. رمادية سيارة، والله رمادية. تمام، أنا رح أمسكك. وقف! لك ليش لفيتي؟ لازم ألحقها للسيارة يلي قدامنا أستاذ، هي كلاسيكية. معقول هالشي؟ أنا مستعجل كتير، عندي اجتماع مهم يا أنسة. لا تواخذني رجاء، بس أنا مضطرة أوقفها، يمكن هي يلي ضربت بنت أخي. وقف على اليمين. ألو الشرطة، ما عم توقف السيارة، هي عم تلاحق حدا على الطريق. شو بك هلأ يا أستاذ؟ عم قلك الزلمة يلي ضرب بنت أخي ليكو لازم أمسكه فورا، بما أنه هرب فالزلمة غلطان. وقف، وقف على اليمين باسم القانون. لعما هي مفكرة حالة شرطية، يمكن تكون هربت من المستشفى كمان. شو هالحكي؟ اسمعني يا أستاذ، عم قلك لازم امسكه، ليه ما عم تصدقني؟ بس فكر بشوية ضمير إذا عندك ياه. أوف، أخيرا وقفت. قولي على أمتي. مرحبا.
كنت بدي أسألك عن شي. وين كنت ب13/3 يا ترى؟ ها؟ أنا عم بعمل هيك لأني عمتها للبنت كرمال الله لما طلعت بنت أخي من البيت هداك اليوم لتشتري فطور، إجت سيارة وضربتها وهربت فورا، وأنا لهيك عم دور حضرة الشرطي. شو بك؟ أوف، مو من حقي أحكي على التليفون على الأقل؟ يعني كنت شوف هيك بالأفلام. أخي الشرطي شو بك؟ تمام، بس قولي لي شو عملت إيلايدا للبنت؟ ما فهمت شي. أنا ما فيني أقول لك شي. بعدين المدير ما صدق للبنت، يعني تصرف معها كأنه عم تتدلل مو أكتر. أساساً أصلي بصراحة عصبت كتير. يا ربي دخيلك. ألو، وينك أنت هلأ سراج الليل؟ أنا بالنظارة تيو. شو؟ عم قلك بالنظارة. شو بك؟ المكان يلي الشرطة بتحط فيه المجرمين. شو عم تعملي بالنظارة سراج الليل؟ اسمع تيو، شوف إذا عرفت أمي بهذا الشيء بيصير معها أزمة قلبية. والله شوف، ليك لهيك أنا اتصلت فيك إلك. تمام، منيح عملتي هيك، لا تخافي من شيء ولا توقعي على أي شيء، أنا رح حل الموضوع. تمام، يلا باي. أصلي بالنظارة مو هيك؟ إيه صح، أصلي بالنظارة، بس رح نتصرف، ما رح نتركها. هلأ منحلها، رح نحل كل شيء، لا تخافي. تمام. أوف، ما كان ناقصني غير السجن هلأ. إذا عرفوا أهلي بهذا الشيء فرح موت. لا ما بموت، بس رح أنزل. بالأول أمي بتموت بأزمة قلبية، وبعدها فوراً أخي ميتين. بس أكيد ما بيصير لها شيء لأرزه، هديك ما بيهمها. لو كنت محظوظة ما كان باريش بيك رح شارك هالمرة. أوف، تعالوا يلا تعالوا كلكن علي. تعوا لك، يلا تعوا. ما فيكي تهزميني أبداً إسطنبول. أوه، باريش بيك؟ أسد الجبل، شو شايف صرتي بالقفص؟ ليش تركت شغلك واجيت لهون؟ أنا حكيت مع تيو مشي الحال. يعني عادت لهي لتيو عن شغله؟ تيو مانو محامي وما رح يقدر يطالعك من هون. رح يرفعوا دعوة ضدي يعني؟ طبعاً، لأنك تعديتي على صاحب السيارة، وفوق هيك ما وصلتي للزلمة على الاجتماع، يعني الاثنين رح يشتكوا عليكي، حتى في ثلاثة كمان. كيف ثلاثة؟ مين الثالث؟ انت؟ ايه، وقعتي بايد الشخص يلي تركتيه وهربتي، شو رح نساوي؟ انا احترقت، رح ينتقم مني اكيد ورح يزلني، بس هالشي ظلم كبير لإلي. شكلك رجعتي تلاحقي سيارات، سحبتي الدعوة مني كمان. لا يعني هالمرة هاي بالصدفة شفتها. أساساً لهلا ما قدرت أدفع تكاليف توكيلك للقضية، يعني لأنه تركت الشغل. لا مو هيك، أنت تركتيني بالطريق، بعدين ترك الشغل مو بهالطريقة، في له قوانين. طيب تمام، بعتذر مرة تانية، تركتك بموقف صعب. مزبوط، هذا اللي صار. نفسية، على أساس أنك ما تركتني بموقف صعب. يلي لحقتي بجمع سيارات ومو من زمان جاب السيارة، يعني مستحيل يكون ضربها لششك. من وين كنت رح أعرف بدون ما أشوفه بعيوني؟ يعني لحقته للزلمة لأنه هالسيارة بتشبه هديك. مفكرة رح تقدري تساعدي ششك هيك؟ تلحقي سيارة وتفوتي على السجن؟ مثل ما توقعت. وبما أنه ما عندك محامي هلأ، فهالشي بيعني انك رح تضلي هالليلة هون. معقول يروح؟ شكله راح عن جهد. لك لوين راحت؟ الله يسامحك تيو، انا حكيت لك لألك. ما رح تقدري تهزميني اسطنبول. يلا يا متمردة رح تطلعي من هون. كيف؟ ما اشتكوا علي يعني؟ محاميك خلاهم يتراجعوا. انو محامي؟ باريش بيك صح؟ ما تركني، ما تخلى عني أبداً. وينه هلأ؟ راح من هون؟ خلص الإجراءات وطلع فوراً. طيب شكراً.
لوين راح هلا؟ حتى سيارته مو هون. اوف الله يلعنهم كلهم. اوف. عم تدوري على حدا؟ باريش بيك؟ فكرتك رحت قبل ما اشوفك واشكرك. بعرف باريش بيك كثير معصب مني. بس مع هيك انت اجيت وانقذتني، شكرا كثير لك عن جد. وعلى الاغلب رح تقليلي شو صاير بينك وبين إيلايدا. ما بقدر. بس الشيء الوحيد يلي بقدر احكيه، الأنسة إيلايدا قللت أدب. قللت أدب؟ إيلايدا محامية وغير هيك شريكتي. وأنا شوفيرة مو هيك؟ معك حق. يا ريتك بتوثق فيني أكثر من هيك. شكرا على كل شيء. ما قصدي شيء اللي فهمتيه. بالعكس كنت حابب تحكي هيك. لهيك أنا رحت لأنك ما وثقت فيني. مو لهيك رحتي، رحتي لأنك مدللة. أنا مدللة؟ مين اللي مدللة؟ قصدك أنا؟ قصدك أنا اللي مدللة؟ ما بيتغير رأيي فيكي لو شو ما حكيتي. أنا مصدومة وهي ردة فعلي على الحكي. أساساً أنت ما بتعرف شي أبداً. لأنك ما بتحكي لي شي. لأنه ما فيني أحكي.